هيا يا حلوين، فيديو النهارده هيكون فيديو تجربة المنتجات اللي انا اشتريتها الفترة الأخيرة. في حاجات من هودا بيوتي، حاجات من شي جلام، وحاجات من انستازيا، عايزة اجربها معاكم. عايزين نشوف مع بعض كده كفيرست امبريشن الحاجات حلوة ولا مش حلوة، ورأيي المبدئي فيها ايه. فلو حابين تعرفوا انا عملت اللوك ده ازاي، تابعوا الفيديو للآخر. ما تنسوش قبل ما تيجي تعملوا لايك الفيديو، وكمان تعملوا سبسكرايب للقناة عشان تصلوا كل الفيديوهات الجاية، وكمان فولو معي على انستجرام، تيك توك، فيسبوك، بسيب اللينكات تحت في الديسكربشن بوكس. اول حاجه، طيب خليني اوريكم الحاجات اللي معايا اللي هنستخدمها في الفيديو النهارده عشان تبقوا عارفين الفيديو هيمشي ازاي. اغلب الحاجات من هدى بيوتي، بس في كام حاجه كده مختلفين. هنجرب مع بعض الباليت الكريمي دي احدث حاجه تقريبا هدى نزلتها، والهايلايتر ده من انستازيا، والكونسيلر والكوريكتور هنجربه. بس انا لسه عايزه اعمل مقارنه، بس انا لسه مش لاقيه الدرجه، كانت اوت اوف ستوك الدرجه اللي هي البيتش من الكوريكتور. عايزه اجيب نص نعمله بيتش ونص يبقى بينك، ونشوف هيبقى عامل ازاي. البلاشر الجديد بتاع شي جلام، وكمان البلاشر الجديد برضو بتاع، مش جديد مش جديد قوي، اللي هو بتاع شي جلام اللي هو بيبقى شكله كده امبري كده شوية. والباودر طبعا كان نفسي اجربها جدا بصراحة، الشيري بلوسم بتاعت اللي هي اللوس باودر بتاعتها. انا اوريدي كان عندي البنانا بريد، وعارفة ان الباودر حلوة جدا، كنت عايزة اجيب البينك بتاعتها. والجلوس كمان من احدث الحاجات اللي هي نزلتها، وكمان الليبستيك ده، بس الليبستيك ده قديم مش جديد، بس انا برضو كان نفسي اجربه. بالنسبة للبرايمر مفيش حاجة جديدة معايا يعني، فهستخدم اسمه ايه، سوفت جلام فلتر ده من كاترس، جربته معاكم قبل كده، بس هو بصراحة بالنسبة لي حلو قوي. هو مش برايمر، هو هايلايتر، بس انا بستخدمه كبرايمر عشان الفاونديشن اللي انا بستخدمه هو مخصص للبشرة المختلطة والدهنية، وانا بشرتي تميل الى الجافة احيانا، فعشان كده ما يمسكش مثلا في قشور او كده. كمان عندي كام حباية كده، فما يمسكش في الاثار بتاعة الحبوب او كده. عايزة توزعيه بايدك، وزعيه، عايزة توزعيه بالفرشة احسن برضو، يعني اي حاجة تحبيها. وعلى فكرة شكله بيبقى طبيعي وحلو قوي، يعني لو جبتوه هتحطوه بس في الحتة اللي هي بتاعة الهايلايتر دي بعد ما تحطي الميك اب بتاعك، بس طبعا ما تثبتيش ببودر، هيدي جلو حلو وناعم جدا على البشرة. الفاونديشن بقى مش حاجة جديدة، هستخدم النارز اللي هو اورجازم، لا نارز اورجازم ايه، نارز اللي هو اسمه ايه، موضوع تعبير الاسم بتاعه ده، ناتشورال راديانت لونج وير فاونديشن وشيك ويل بيفور يوز. و باخد 3 بومبس كده، مش هاخد كتير لان انا نازله اصلا، فمش عايزه يبان شكلي اوفر. هو على الكاميرا دايما لما بتقوري شويه ما بيبانش، بس في الحقيقه بيبان. فانا في العادي لو انا نازله باخد 3 بومبس كده وبعمل كده، ودي احسن طريقه على فكره، جربوها لقيتها لتوزيع الفاونديشن. اي نوع فاونديشن انت عايز توزعيه بطريقه ما تبانش ان هي يعني اوفر، او تبقي متضايقه من شكله او يبان شكله فلولس على البشره، وزعيه بالطريقه اللي هي ان انت تحطي على ايدك الاول، وبعدين تطبطبي كده كانك بتدمجيه على ايدك، وبعدين تاخدي الاسبونج وبعدين تحطي. هستخدم بقى الكوريكتور ده من هدى بيوتي اللي هو اللي لونه بينك، كان حاسه اصلا ان هو هيمشي معايا على بلاشر اكتر، بس برضو ايه، خلينا نديله الفرصه بتاعته. طبعا في ناس لما انا نزلت الريل او الشورت هنا على اليوتيوب ان انا الاندر تون بتاعي على بينك، في ناس اغلبها اعترض وقال لي لا انت الاندر تون بتاعك على بيتش او على اصفر وجربيه والكلام ده يعني. ف انا مش معترضة، ولكن عندي بس تعقيب صغنن جدا، ان انا الاضاءة هنا ما بتبقاش للأسف حقيقية، وانا لغاية دلوقتي الصراحة انا مش راضية عنها 100%. فالاضاءة ممكن تكون مدياكو امبريشن ان انا اغمق من لوني اصلا، او مدياكو احساس ان انا مسفرة شوية. فانا مش عارفة اظبط الاضاءة لغاية دلوقتي بصراحة، حاسة ان انا يعني لسه مش في احسن حاجة ان انا اظبط الاضاءة. ساعات بتطلع مني كويسة وبتطلع اللون كويس قوي، لون بشرتي كويس قوي، ساعات بحس ان هي بتصفر شوية، وهي في الفيديو ده كانت عاملة كده فعلا. فعشان كده يمكن الناس قالت لي ان انا اللون بتاعي على اصفر، بس انا برضو عايزة اجرب، وهصور لكم ان شاء الله في الشمس عشان نشوف. بس عايزة اجرب النصين، يعني تعمليهم هما الاتنين وتشوفي كده بقى ايه وتقارني. لان انا لما عملته على انستجرام وحطيت الفلتر اللي هدى كانت عاملاه نفسه، لقيت كل الناس تقول انت بينك بينك بينك. شوفوا التيك توك حتى هتلاقوا ان البينك كان ماشي معايا اكتر، مع ان انا مش مقتنعه اصلا بالبينك اندر تون، انا مقتنعه ان انا بيج،
بس ولا بس مش اصفر، يعني انا متاكده ان انا مش اصفر، لان انا لما بجيب باودر بتكون صفرة زياده عن اللزوم. يعني البنانا بريد بتاعت هدى بيوتي دي بحس ان انا لما بحط مثلا منها تعملي بيكنج مثلا، لا بحس ان اللون تحت عيني بقى اغمق كتير عن لون وشي. فالاصفر الاصفر كان فيه كمان الباودر بتاع التوب فيس، الاصفر الاصفر ما بيبقاش حلو معايا خالص. الدرجه بتاعت الكونسيلر بتاعت هدى بيوتي دي اسمها فانيلا سويرل، وهحط لكم اسامي ودرجات كل الحاجات في الديسكربشن بوكس عشان لو عايزين ترجعوا لها. بس هو الكونسيلر بس واخدت منه نقطه وكان حلو جدا. يعني نستخدم بقى الباودر طبعا الشهيرة البينك، ما عندهاش غيرها بينك، ف يعني الدرجة معروفة اسمها تشيري بلوسم. في ناس ما بتحبش ريحتها بس انا عجباني ريحة قوي بصراحة. اه نسيت، كويس ان انا افتكرت قبل ما نثبت الباودر ان احنا نستخدم البلاشر الجديد بتاع شي جلام ده، بتاع اللاين بتاع مارلين مونرو. انا جربته معاكم على انستجرام، بس انا ما جربته معاكم على انستجرام كان اول مره اجربه، بس ان انا كنت حاطاه ومثبته الباودر وحطيته على الباودر، ودي مش حاجه صح قوي، بس انا كنت عايزه اجرب اللي هو احنا هنجرب بس مش اكتر من كده. في ناس خدت الموضوع مقفورينها قوي ان انا بقى ميك اب ارتست وبتاع وقاعدين يحللوا ومعرفش ايه، بس فا anyway خلينا نجربه. هو ده شكله، شكله خطير، احلى من الباكجينج الاصلي بتاعهم اللي هو لونه على بينك كده شويه باكجينج، عشان كده انا جبته على فكره. نقط الجليتر اللي فيه دي تجنن حرفيا، وده شكله من جوه وتحس انه هيطلع فاقع جدا جدا، بس انا يعني حاسه انه خفيف كانه تنت مائي مثلا. ندمجه كده، وانا بالصدفه والله البحته لابسه احمر. بس بصوا بقى على انه مش على باودر، يعني لو انتوا هتروحوا على انستجرام، او اعتقد نزل كمان على شورت هنا على الناس اللي ما عندهاش انستجرام، بس لو هتروحوا على انستجرام هتحسوا ان هو شويه علق عشان كان محطوط على باودر. بس هنا بصوا ازاي مدموج حلو قوي، معلقش ولا حاجه. حط بقى على الجنب التاني. انا بحب اعمل كده شويه بما اننا في الصيف، يعني عشان تباني ان انتي كيوت بقى. بس هو هيخف مع الباودر ما تقلقوش، بس الصراحه شكله حلو قوي وناعم جدا. الاحمر دايما بحسه بيبقى فاقع، عشان كده ما بحبش ان انا اجيبه. يعني عارفين الاحمر بتاع رير بيوتي هو اللون خطير، بس لو حطيتي منه نقطه واحده هتبهدلي وشك كله، عشان كده ما جبتوش. بس ده ناعم، ناعم قوي، فحلو جدا. يعني هعمل كده عشان ادمج كل حاجه مع بعض، لو في حاجه مش اندمجتش او دخلت في الخطوط او كده. وبعدين هاخد الباودر بتاعت هدى بيوتي وهعمل كده على الباف بتاعتي، هاخدها على ايدي وبرضو اطبطبها كده على الايد كده 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 كده، وبعدين اخد اللي باقي واثبت بيه بقى الكونسيلر، وبالباقي على الوش. بصوا ده النص اللي اتثبت بالباودر، وده النص اللي ما فيهوش باودر، وباخد برضو الحبة اللي على ايدي دول وبعمل بيهم الناحية الثانية. كمان بحب اثبت قوي الحتة اللي فوق الحاجب دي على طول، اللي هي فوق راس الحاجب دي، ما بحبش ان هي تبقى بتلمع. هاخد فرشة بقى فلافي كده وتكون واسعة، واشيل لو في اي زيادة هشيلها. بقى على الباليت او على الاي شادو يعني، ونستخدم الباليت دي الكريمي من هدى بيوتي، ودي الدرجة الغامقة، دي الدرجة الغامقة دي اللي عيب بتكرر ورايا فهتلاقوني متوترة شوية. هاخد اللون اللي هو مكتوب عليه هنا ده كريمي، وانا مش عارفة الصراحة، شفت ناس الصراحة كتير يعني اغلب اللي شفتهم كانوا مش بيشكروا في الباليت، فانا خايفة الصراحة منها، بس انا بحب الفورمولا. بس تحسوا وانتوا بتحطوا ايديكوا يعني او الفرشه حتى ان انت بتحطي ايدك في حاجه كانه فاونديشن مثلا او كانها حاجه كريمي. يعني هو البي اوف بتاع الالوان مش قد كده ولا انا بيتهيالي حاسين بفرق؟ مش حاسه بفرق كبير يعني. دي كده الالوان الغامقه، لو كنت جبت الفاتحه كان ايه اللي حصل؟ ممكن اخد لون غير اللون ده، او اخد بايدي. طيب يمكن المشكله في ال ما ينفعش تستخدميه بفرشه مثلا، مش عارف ايه الفرق يا جماعه. بصوا وانا بعمل كده في اللون، شايفين حسوه فعلا حاجه كريمي جدا يعني.
هو مش حاجة كريمي، هو كريمي أصلا، بس اللون عليا مش ظاهر أوي يعني، بس هو مستحيل يكون بيتوزع بس بالإيد يعني. أنا ما بحبش أصلا أستخدم إيدي وأنا بعمل الميك اب وكده. لا أنا هكمل بالفرشة، ولا يحصل عشان مش إيه، ماليش تقل بصراحة على موضوع الإيدين ده. بس هي ابتدت تغمق اهي شوية صح؟ بس اخدت كتير عشان تغمق. انا زي ما قلت لكم مش هحط كتير برضو ميك اب لان انا نازله، فمش عايزين نأفورها قوي. هاخد اللون الغامق ده نازله رايحه السوبر ماركت اصلا يعني، عامله فول ميك اب ورايحه السوبر ماركت، اغمق بيه بس الكورنر. بس الالوان مش اللي هدى بيوتي عودتنا عليه يعني، عارفين هدى دايما الاي شادو بتاعها معودانا ان هو بوم بيجمنت تطلع بسرعه، بس ده طالع كأنه حاجة مثلا انت جايباها من تحت السلم faded like a dream. لا like a dream ايه، like nothing. اهو شايفين، يا رب تكون شايفين، بس يعني ما تكونش الاضاءه ضحكه عليكم، بس انا حاولت والله الاضاءه تكون على قد ما اقدر هي اللي انا باصه فيه في المرايه يعني. والله يا لطيفه لكل يوم، عارفين حاجه خفيفه قوي كده للشغل بتاع، انما مش يعني الناس اللي ما بتحبش الميك اب الكتير هي دي اللي هيعجبها البالت، تحس ان هي حاجه خفيفه قوي ولذيذه وبتدي بس كده ضايب حلو. عايزه منديل، انما غير كده ما لا. الناس بقى اللي بتحب الميك اب هتزعل وهتجيب ناس تزعل. ادمج الجزء اللي فوق ده عشان ما يبقاش باين ان هو مفيهوش حاجة غريبة. بالمناسبة الفرشة اللي انا بستخدمها ماك 217 اس، عشان احيانا في ناس تسألني على الفرش، والست اللي انا بستخدمه للوش دايما بيبقى من جيسب او ريل تكنيكس، غير كده ما عنديش يعني. الوش دايما بيبقى يا جيسب يا ريل تكنيكس، انما الاي شادو هو اللي بيختلف، في حاجات من ماك وفي حاجات من جيسب برضو. دي كانت من شي جلام، بس الست دي مش حلوه، اسمها مانج ست، دي مش حلوه. انا مجربتش حاجه تانية غيرها، كانت مش احلى حاجه في الدنيا يعني. صراحه مش هغمق تاني زي ما بقول لكم، خايفه شويه عشان النازله، فخلينا بقى ناخد الشكون مبططه بالشكل ده كده، وهاخد بيها اللون الشمر. عايزه اخد اللون ده اللي هو الاخير خالص تحت ده في الفرشه في البالت قصدي، تهيألي هتبقى بقى بالايد احسن يعني. بس الالوان مش اللي هي الصراحه يعني، اتوقع البن تبقى اقوى من كده يعني. زي ما بقول لكم البالت خفيفه قوي يعني، ممكن تخرج بيها الصبح حتى، مش اللي هو يعني لو انت حد بيحب الميك اب بيحط ميك اب، ما عندوش مشكله انه يخرج الصبح بميك اب وعامل اي شادو كده، عاديه جدا خفيفه قوي اللي هو كانك حاطه حاجه طبيعيه قوي يعني. خلينا نجرب طيب اللون ده كمان علشان نبقى جربت لكم. اوه ده حلو ده، استنوا بقى ما احطه بالفرشه عشان ما يبهدلش الدنيا. حطه في الاول مثلا اللي هو اللون اللي بيلمع ده، بس بصوا بيعمل فول اوت كتير كأنه شانكس كده جليتري. ايوه ده حلو، ده اللون ده حلو بس بيعمل فول اوت كتير. ممكن نحطه في الانر كورنر كمان، تحلم شوية الانر كورنر. ايه رأيكم في الاي شادو من 1 لـ10؟ كنتوا في الاي شادو تقيموه كام من 1 لـ10؟ انا الصراحة تقييمي لهدى برضو، عشان ايه محدش يفتكر انه طب ما حلوة اهو انتي زعلانة ليه. لا انا بقيم هدى بيوتي يعني، ما بجيب حاجة هدى بيوتي بيبقى الستاندرد بتبقى عالية، فهي دي الفكرة بس مش اكتر. انا بمكس اللونين اللي هما الانتقاليين دول اللي هما ده والغامق، وبحطهم تحت العين. انا بحب اعمل الحركه دي دايما عشان الكونسيلر مثلا لو كسر او كده الاي شادو يبقى بيحميه، بس
بما انه الايشادو ده كريمي اصلا فممكن ما يحميش قوي يعني، وبرضه يظهر التكسير اللي تحت العين يظهره اكتر، بس ادينا بنجرب زي ما قلت لكم سوا يعني، ده فيرست امبريشن برضو، فانتوا بتشوفوا الحاجه برضو عليا عامله ازاي وبتحكموا بنفسكم. من الحواجب بالقلم ده كنت جايباه من موموسو او منيسو مش فاكره الصراحه، لانه خلاص بيخلص، بصوا ما عادش في غير الحته دي. بصراحه حلو جدا، وحلو انه متاح، حلو انه متاح في كل حته تقدري تجيبيه بسهوله. استخدم البرونزر بتاع اتش ان ام، بس دي حاجه قديمه يعني مش جديده، هو خلاص اصلا بيخلص، بس انا بحب الصراحه ان انا استخدمه قوي، بحبه يعني هو لونه حلو. بصوا اصلا الاي شادو تحسه ان هو قلب على بينك، كانه بينك فاتح كده، فلونه جميل. بس هستخدم انجلوت الايلاينر الاسود بتاعهم ده، بصراحه جايباه جديد، بس كان عندي الازرق بتاع انجلوت، بس قلت اما اجرب الاسود علشان برضو انا مجربتش يعني، كنت بقارن دايما بينه وبين كيكو، وناس كتير بتقول كيكو احلى، بس انا قلت انا عايزه اجرب الانجلود برضو، لقيته كان نازل عليه سيل حلو قوي. راح في الكلام، وهنعمل يعني حته ايلاينر بقى من هنا للشمس، انا مش عايزه كده برضو. شفتوا زي ما قلت لكم الايلاينر هي افور مننا على الاخر، وبقى وشي مليان جليتر، فكده انا رايحه فرح مش رايحه السوبر ماركت، فغالبا هقوم امسحه بعد ما اخلص. المهم خلينا نكمل، هستخدم البلاشر بقى اخر حاجه، مع انه على فكره البلاش لونه حلو جدا مش محتاج، بس يعني ادينا بنجرب برضو. هاخد البلاشر ده، وعايزه فرشه نظيفه، هاخد الفرشه، هاخد من فوق كده اللي هو الحته اللي طالعه على فاتح شويه عشان ما نقفرش، وده الشكل بتاعه، انا بقول نص الكلمة وبنسى اكمل. البيجمنت بتاعته على فكرة قوية جدا، جربته مرة قبل كده بالغلط يعني، ما جربتوش معاكم، بس قوي قوي جدا، خلي بالكم وانتوا بتستخدموه، الدرجة دي اسمها انستا فليم، خلي بالكم وانتوا بتستخدموه. نستخدم بقى الهايلايتر بتاع اناستازيا، والباكجينج تقيلة قوي، تحس انك ماسكة حاجة تقيلة زيادة عن اللزوم، ده شكله الصراحة شكله تحفة خطير. كان نفسي اجيب امريزي قوي، انا بحبها، بتابعها على انستجرام، لحقتش بتاع امريزي ده لما نزل، كان يعني لحقتش اجيبه خلاص، كان ليميتد اديشن وشوية وشالوه، فمعرفش بقى هل هو شبه ده كده ولا دي فورميلا مختلفة تماما، بس كنت بحب حتى شكله جدا، كنت بحس ان شكله مميز جدا بتاع امريز، الشكل بتاعه كان حلو قوي. ده حلو، بس انا مش حاسه ان هو بوم اللي هو يعني بلايندينج يعني اللي هو بيعمي كده، لا هو من الحاجات الخفيفة مش التقيلة قوي. استخدم كحل بيج، حاسه ان انا محتاجاه، فتح لي المنطقة اللي في النص دي شوية. استخدم الماسكارا دي من شانيل، والماسكارا دي من سيفور اللي اسمها سايز اب، الاتنين قدام جدا عندي، بس انا الفترة دي بحب استخدمهم قوي، معرفش ليه بقى. الايلاينر بتاع انجلوت ده وبتاع كيكو برضو فيه نفس المشكلة، ان انتي لما بتحطيهم يمكن عشان هما جل بتحطيهم وبيلمسوا الرموش، وبعدين تيجي تحطي بعد كده الماسكارا تحسي ان خلاص رموشك جمدت في بعضها، مبقتش عايزة تتقبل خالص فكرة انك تحطي عليها اي ماسكارا، هتحسي ان الرمش زي نشف كده بقى شبه رموش العنكبوت. بص هحط بقى الروج، بس هستخدم الليب لاينر الصغنون بتاعي ده من ارت ديكو، درجته 140 اعتقد، طبعا انا حاطه اصلا روج والروج ما بيطلعش، بس هو هيتحط عليه عادي هيخبيه يعني، الروج البيجمنت بتاعته قويه جدا. مديتك بهدلتي نفسك وبهدلتي ايديكي، شايفة؟
هستخدم بقى الليبستيك ده من هدى بيوتي، درجة اسمها بومشيل، درجة جميلة قوي بصراحة. بس هل هي لايقة ولا انا محتاجة احط حاجة على البينك؟ ايه اكتبوا رأيكم، حاسة انه لا مش لايقة اصلا، دي على بني شوية، وانا اللوك اللي انا عاملاه اصلا كول تون شوية، مش على بني، فدي مش هتنفع، نلحق نشيلها بسرعة ونحط حاجة تانية. انه لو جربت المركوجة من تارت ده اللي هو درجة اسمها هيبسكس هيكون احلى بكتير. بصوا بس هو جوسي هو كمان، واحنا حاطين جليتر، خلينا نجرب. تقالي ده احلى كتير. بس بصوا بيسيح قوي، حاسه انها دي حاجه مش حلوه الصراحه لما تخرجي بيه، بقى سايح على كل علبة من بره، شايفين نطلع ازاي اصلا. 2000 years later. بس كده حلوين، دي كل حاجة الفيديو النهاردة. ايه رأيكم في الفاينل لوك؟ عاجبني جدا، عندي شوية بس آراء على الحاجات. الباليت بتاعت هدى بيوتي هي حلوة مش وحشة، بس حلوة للاستخدام اليومي، او حلوة لو انتي مش عايزه بيجمنت قويه، يعني حلوه عاديه ما تحسيش ان هي من هدى بيوتي، يعني مثلا مستوى مايت سينما مثلا، يعني هتحس ان في حاجات في مايت سينما اعلى من كده، فما توقعتش ان هي تعمل حاجه تكون مش قد كده قوي. بس هي مش وحشه، هي مش بشعه، بس برضو على السعر، انت بتقارني برضو بالسعر وبتقارني باسم البراند وبتقارني بكل الحاجات دي، فاديها مثلا 5 من 10. وهندي تقييمات للحاجه، الباودر بموت فيها 10 من 10، انا اصلا بحبها دي تاني مره اشتريها. الكونسيلر بتاعها مبدئيا هو حلو، بس ما اعرفش بقى مع الاستخدام هيكسر مش هيكسر، مش عارفه ايه النظام. الكوريكتور بان انه كويس تحت العين، يعني مفيش حاجه مقفره تحت عيني، تحس ان شكل العين طبيعي مش غريب يعني، فبرضه هجربه فتره اطول واقول لكم. البلاشر بتاع شي جلام ده انا جربته مرتين لغايه دلوقتي، واعتقد ان هو لغايه دلوقتي هو حلو. ما اعرفش بقى، في ناس بتقول بيطلع حبوب، في ناس يعني قالت عليه كلام كتير قوي لما نزلت الفيديو على انستجرام، فانا لسه مش هجربه طبعا فتره اطول واقول لكم عنه بقى، بس في فيديو. الفيفوريت هايلايتر بتاع اناستاسيا ده حلو جدا لو انت بتحبي الحاجات الاستخدام اليومي، مش عايزه حاجه تكون قويه قوي، ما تحبيش الجليتر الكبير قوي. بالنسبه لي هو حلو بصراحه، يعني انا ما زعلتش ان انا اشتريته. البلاشر بتاع شي جلام اللي هو في باودر ده حلو جدا، ممكن اجيب منه درجات تانية. تتخلوا بالكم ان البيجمنتيشن قويه جدا جدا. طبعا الايلاينر بتاع انجلوت لا اختلاف عليه ان هو سواد فاحم جدا، بيتشال بس بصعوبه، وطبعا الحاجه الشهيره عنه جدا ان هو بينشف، فلازم يكون عندك القطره بتاعته، او ساعات انا بصراحه بحط سيرم، ما عنديش القطره بتاعته، بس ان شاء الله هبقى اجيبها يعني في الاونه القادمه هبقى اجيب. بس كده حلوين، دي كل الحاجات اللي احنا جربناها النهارده. طبعا الليب ستيك اللي احنا غيرناه بتاع هدى بيوتي حلو بصراحه، الليب جلوس بتاع هدى بيوتي حلو، بس انا ما عرفتش اجربه معاكم لانه اللون على اورنجي اكتر او على هافان كده شويه، مش هيليق مع الفايبس اللي انا عاملاها في الاي شادو، فهنجربه في فيديو تاني. بس المركوجه بتاع تارت حلو جدا وشبه بتاع شي جلام، فلو انت مش عايزه تصرفي كتير هاتي بتاع شي جلام هيبقى احسن لك. مثلا هو تقريبا عندي الاثنين برضو، ممكن نبقى نعمل مقارنه كده بينهم سريعه. اكتبوا لي بقى تحت في الكومنتس حابين ايه من الحاجات اللي انا جبتها في الفيديوهات المشتريات اللي فاتت نجربها في الفيديو اللي جاي. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.